الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم عندنا درس 12 النفط والمعادن لمادة الاجتماعيات الصف 5. النفط هو من أهم الموارد في المملكة العربية السعودية، فهي تأتي في المركز الأول عالميا في الاحتياطي منه، وكذلك في إنتاجه وتصديره. وحقول النفط فيها على نوعين، إما في اليابسة وتسمى حقولا برية، وإما تكون حقولا مغمورة في المياه وتسمى حقولا بحرية. الغوار أكبر حقل نفطي بري في العالم. السفانية أكبر حقل نفطي بحري في العالم. هنا صور اطلاع كيفية استخراج النفط. هنا بعد اطلاع على شركة أرامكو. عندنا النشاط الأول صفحة 72، يسجل الطلبة في الجدول 2 من حقول النفط البرية و2 من حقول البحرية غير ما ذكر في الكتاب اعتمادا على الخريطة الآتية. طيب عندنا هذه الخريطة، العلامات الصفر هذه اللي تشوفونها هذه حقول النفط. طب حنا نشوف العلامة الصفراء على اليابسة ولا على البحر. إذا هي على اليابسة فيها حقول برية، وإذا هي على البحر فيها حقول بحرية. الحقول البحرية عندنا أو عفوا البرية عندنا خريص وجهام، هذه حقول برية، وحقول بحر هذه حقول برية، وحقول بحرية عندنا اللولو وجريد، هذه حقول بحرية. نروح الصفحة اللي بعدها صفحة 73، المعادن. المعادن من أهم الموارد في المملكة العربية السعودية، لذا قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالكشف والتنقيب عنها في المملكة العربية السعودية. وفي المملكة العربية السعودية أنواع مختلفة من المعادن تدخل في الصناعات. عندنا هذه صور للمعادن. نشاط 2، ما أنواع المعادن في الصورة. عندنا الصورة الأولى عندنا النحاس، الصورة الثانية الحديد، الصورة الثالثة الفضة، الصورة الرابعة الذهب. باء، أي من المعدنين أشد قوة وصلابة في الصورتين الأولى والثانية من الصورة السابقة. طب احنا عارفين الصورة الأولى النحاس والثانية هي الحديد، اللي هي أقوى الحديد الصورة الثانية. عندنا صفحة 74 الصفحة اللي بعدها، أهم المعادن في المملكة العربية السعودية. تتوافر المعادن في عدة أماكن في المملكة العربية السعودية، بخاصة في الجهة الغربية والوسطى، مثال الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزنك والفوسفات والبوكسايت. هذه صورة توضح أماكن المعادن في المملكة العربية السعودية. هذا وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.